اليوم هبت مساجد الجزائر عن بكرة أبيها من الصباح. لقد اتصل السادة الأئمة مشكورين بمؤازرة المجتمع المدني وأعيان المدن والقرى في الجزائر إلى أهالي الضحايا، يقاسمونهم الحزن والأسى ويقاسمونهم أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر أن يطبخ لآل جعفر، فإنهم محزونون. عائلة الجزائرية الأم في كنف الأسرة الجزائرية الأصيلة التي تقاسمهم هذا الحزن وتدعو الله تعالى لهم. وفي صلاة الجمعة وفي كل جوامع الجزائر لهجت ألسنة الأئمة وألسنة المصلين بالدعاء لهؤلاء الشهداء، أن يتقبلهم الله تعالى في جنة النعيم إلى جوار النبيين والشهداء والصالحين. وصلت الجزائر جميعا صلاة الغائب على هؤلاء الشهداء. وبشرني منذ قليل سفير دولة أندونيسيا بأن أكبر جامع في جاكرتا نظم صلاة الغائب اليوم كذلك على أرواح شهداء الجزائر، وأنا أعلم بأن العالم الإسلامي كله يوجه وجهة الجزائر التي تعطي دروسا كطائر العنقاء الذي ينبعث من رماده عندما يحترق. الجزائر في مآسيها تنبعث من جديد وتتوحد من جديد وتتصالح مع نفسها من جديد، وها هي هذه الأزمة التي مست الجزائريين في أرواحهم وفي قلبهم وفي مشاعرهم توحد الجزائريين أيضا وتجمعهم حول كلمة واحدة وتؤوب بهم إلى دينهم وإلى خالقهم وإلى التوبة والرجوع والأوبة إلى الله تعالى. والحمد لله أولا وآخر.